شكرا على اختياركم لراديو أصوات ومرحبا بكم معنا في حلقة ولقاء جديد من برنامج لكل أسرة. كنرحب بكم فين ما كنتوا كتابعونا، كنتمنى تكونوا إن شاء الله على خير وبخير. الحلقة ديال نهار الخميس كيكون حاضر معنا فيها دائما الدكتور عماد ميزاف، دكتور في الصيدلة ومختص في تداوب الأعشاب. السلام عليكم دكتور عماد. وعليكم السلام أختي لمياء، صباح بخير. الحمد لله. تحية طيبة ليك وجميع الإخوان والأخوات كينورونا فهاد اللقاء الأخوي. لا لا يخطيك. طيب دكتور عماد، اليوم غادي نتكلموا على الزنجلان أو لا السمسم، هاد المادة اللي عندها بزاف ديال الفوائد على الصحة ديال الإنسان، على الجمال ديال الشعر وديال البشرة. طيب كيفاش نستفدوا أكثر من الزنجلان للصحة ديالنا؟ شنو هي أفضل الطرق باش أننا نتناولوا الزنجلان ونستفدوا منه؟ شحال هي الكميات المسموحة؟ واش كاين ربما اليوم بعض الناس اللي عندهم بعض الامراض اللي خصهم مثلا ما يتناولوش الزنجلان؟ فهذه كلها اسئله غادي نجاوبوا عليها مستمعاتنا ومستمعينا، والدعوه موجهه لكم باش تواصلوا معنا عبر الرقم المباشر ديال الاستوديو 05 22 77 24 24. عندنا ايضا صفحه ديالنا الرسميه على الفيسبوك، من خلالها التواصل مفتوح. اسم الصفحه لكل اسره كتبتوها بالعربيه او بالفرنسيه غادي تلقاوها على الفيسبوك، فمرحبا بالجميع. غادي نفتتحوا اللقاء ديالنا معكم بهذا الفاصل الموسيقي، وكنوجه تحيه خاصه لسيف الدين بلغيتي المخرج ديالنا المتالق والرائع، وخليكم على اصوات. شكرا على اختياركم لراديو أصوات ومرحبا بكم معنا في حلقة ولقاء جديد من برنامج لكل أسرة. اليوم غادي نتكلموا على الزنجلان، هذه المادة اللي عندها بزاف ديال الفوائد على الصحة ديالنا وأيضا على الجمال ديال الشعر والبشرة. كيفاش خصنا نتعاملوا مع الزنجلان، يعني في التناول ديالو، في الاحتفاظ عليه، في الطريقة اللي احنا يا إما غادي نطيبوه بها ولا اللي غادي نستعملوه مثلا يعني الجمال في وصفات للجمال؟ هذه الأسئلة كلها غادي نجاوبوا عليها مع الدكتور عماد ميزاب. مرحبا بك دكتور. تحية طيبة مرة أخرى أختي لمياء. شكرا لك. اليوم كنشكرك على هذا الموضوع، هذا لأن هذا الموضوع ودابا قرب رمضان، قربوا العواشر. اكزاكتومون، داكشي علاش حنا هضرنا عليه. والزنجلان مهم جدا، غير هو غادي نكتشفوا بعض الأغلاط اللي كدار في البيت ديالنا واللي الزنجلان، خاصة في الطريقة ديال الحفظ ديال الزنجلان. ولكن أول حاجة غادي نبداو بالزنجلان، غادي نقولوا بأن هو إذا قلت لك كان من المواد المقدسة في العهد ديال الإغريق، لدرجة أنهم كانوا يعتقدون أن الآلهة ديالهم كانت تتغذى على الزنجلان باش كيمكن لها تقوم بالأعمال ديالها، فهذا في المعتقدات ديالهم الإغريقية. إلا قلنا في الهند، يعني منذ الحضارات الهندية القديمة إلى تحت دابا حتى لهذا الوقت، أنها كتلقى الزنجلان في, 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 في المعابد ديالهم من المواد اللي كتعطي قد الكمل الحياة أو كتعطي الحياة الأبدية بالنسبة لهم، يعني في المعتقدات. هادشي كامل زائد الرومان كانوا كيستعملوا الزنجلان، كانوا ضروري كيتعطى للجنود ديالهم قبل ما كيخرجوا للحروب. هاد ثلاثة ديال الاستنتاجات كيبينوا لنا مدى أهمية الزنجلان. ولكن حنا غنمشيو للمنظور العلمي، فلما تمت الأبحاث ودرت واحد المنظور علمي لهذا الزنجلان، لقيناه بأنه هو واحد المادة هائلة. شنو فيها؟ فيها ما يسمى بالفيتوستيرين. هاد الفيتوستيرين هما واحد المواد اللي كيقضيو لنا على الكوليسترول الضار. الكوليسترول الضار اللي هو السبب ديال واحد 65 مرض، من بينهم مشاكل القلب، من بينهم مشاكل ديال الشرايين، بينهم المشاكل ديال الدماغ، من بينهم الدوره الدمويه اللي ما كتمشيش بطريقه منتظمه، من بينهم كذلك الجوده ديال الدوره الدمويه. فكل هذه الامور هذه كيكون السبب ديالها الكوليسترول الضار. فالفيتوستيرين اللي عندنا في الزنجلان مهمين جدا. إلا قلنا كذلك أن الزنجلان هو صديق المرأة أو حليف المرأة، فأنا كنفضل أننا نستعملوا الزنجلان على أننا مثلا نستعملوا بزاف السالمية أو نستعملوا مواد أخرى اللي كتكون عندها علاقة بالهرمونات. علاش؟ لأن فيه ما يسمى بالليجنين، أو هاد الليجنين شنو هما؟ هما عبارة على واحد المواد تشبه الهرمونات الأنثوية، يعني اللي فيتو استروجين كيتسمى.
وهاد الهرمونات الانثويه يعني في الانسان الا كان السيده الا كانت كتاخذ هاد المواد الزنجلان، خاصه السيدات اللي كيفوتوا العمر ديالهم 40 سنه 42 سنه او السيدات اللي قربوا من يعني من الصمت، يعني باش ما كتبقاش يعني الاوسين اللي كتقطع فيه الدوره الشهريه او مورا ما كتقطع الدوره الشهريه، فالزنجلان كيخص يكون هو الحليف ديالهم. علاش؟ لان فيه هاد الفيتوستروجين اللي هضرنا عليهم اللي مهمين جدا للحفاظ على التوازن ديال الهرمونات. ثالثا ان الزنجلان لما كناخذوه وكناكلوه فالمواد اللي فيه كتساعدنا باش كتجمع لينا الكالسيوم والفيتامين دي في الذات. اذا حنا كلينا الماكله الى ففي بعض العادات مثلا الاسيوي الى لاحظتي انهم دائما كتلقاهم كيلوحوا واحد المعلقه صغيره ديال الزنجلان في الماكولات ديالهم ضروريه، سواء في السلطه سواء في الطياب. علاش؟ لان هذا الزنجلان الفائده ديالو انه كيمشي وكيخلينا او كيجمع لينا جميع داك التركيز ديال فيتامين دي والكالسيوم اللي عندنا في الدات، وكيمشي كيثبتوا لينا في العظام ديالنا كمساعد كمحفز كناقل لهاد المواد هذه، وهكا كنحافظوا على الصحه ديال العظام وكنحافظوا على الصحه ديال الانسجه العظميه. والانسجه العظميه اللي حافظنا على الصحه ديالها مباشره لان تما كيتنتج لنا المناعه، يعني اللي كتعطينا الحمايه الكامله، فتما هذيك المناعه الى خدينا الزنجلان حتى المناعه ديالنا كتضاعف وكتكون وكتقوى. والزنجلان من المواد اللي كنصحوا بها انها تكون ضروريه في الطاوله ديالنا. نعم، طيب هادو الفوائد ديالو على الصحه ديالنا. قبل ما نمشيو يعني للجمال والاستعمالات ديالو، نعم، واش كاين بعض الاشخاص مثلا اللي عندهم بعض الامراض مزمنه واش كتنصحهم انهم ما يتناولوش الزنجلان او ما فيهش مشكل؟ فالميزه ديال الزنجلان ان حتى الاطفال الصغار كياكلوه، لدرجه اننا كيمكننا نعطيو بعض الوصفات للزياده في الوزن، بعض الوصفات الطاقيه للاطفال الصغار ويدخلوا الزنجلان. فالزنجلان ماده اللي لا ارى فيها اعراضا جانبيه بالنسبه يعني لا الكبار ولا الصغار ولا حتى الناس اللي كيعانيو من الامراض المزمنه. طيب كاين زيت ديال السمسم او ديال الزنجلان الدكتور عماد ولا كيتستعمل بشكل كبير في المطبخ الاسيوي؟ نعم، اللي اليوم هذه ثقافه اللي دخلت حتى علينا ولينا كنستعملوه في السلطات، ولو انه هو زعما الثمن ديالو ماشي في المستطاع للجميع، ولكن على اي تعطي واحد اللذه واحد المذاق رائع. هاد الزيت واش عنده شي فوائد؟ نعم. مهمه جدا وخصنا نكثروا من التناول ديالو دكتور عماد. نعم. اولا خدينا الزنجلان عادي بحال خدينا الزيت ديالو؟ فاول حاجه بعدا كيخصنا ناخذ زيت اللي تكون زيت حقيقي، يعني ذات مصدر وجوده عاليه. انا دائما كنمشي بما هو ديالنا، اللي هما التعاونيات اللي كيشتغلوا في هذا المجال هذا واللي كيعصروا هذا النوع هذا ديال المواد. وثانيا كنمشيو للمواد اللي كتكون مرخصه وكيكون عندها واحد الطابع، كتكون عندها واحد الشاره مثلا ديال لونسا او واحد الشاره ديال الترخيص من وزاره الصحه. فهادو جوج ديال الشارات، وحده فيهم خصها تكون ضروريه. ثانيا ان الزيت ديال الزنجلان الا كانت معصره بالبروده، يعني كنجيبوا داك الزنجلان وكنعصروه هكاك بطريقه بارده، فكتكون هي الاولى في ذات جوده عاليه. الا تعصر بالسخونيه فكتولي 50% من القيمه ديالها، ولكن انا افضل اننا نستهلكوا الزنجلان هكاك خام. بغينا نستهلكوا الزيت ديال الزنجلان ما غاديش ناخذ منها ايترو، ما ناخذوش منها نص ايترو، ما غنفوتوش فيها معلقه كبيره في اليوم. في اليوم يعني سلطه مثلا. السلطه اكيد، وغادي تخلط مع زيوت اخرى، لان اصلا حتى دابا الاختصاصيين في التغذيه ما كيفوتوش ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الزيت الطبيعي كيف ما كان في اليوم. فمن الاحسن ان ما بينات هذوك، يعني انا كنفضل مثلا في السلطه نديروا زيت السمسم واحد المعلقه كبيره، ونديروا نستعملوا زيت الزيتون في حاجه اخرى. طيب بالنسبه للفوائد ديال الزنجلان على الجمال ديال البشره اولا على الشعر، شنو الفوائد ديالو؟نعم. شنو طريقه الاستعمال دكتور عماد؟ نعم. فإلا قلنا ان فيه الفيتوستروجين مثلا بالنسبه للنساء، كنعرفوا ان النساء هي او النساء هما واحد الباقه ديال الهرمونات، وكل ما كانت الهرمونات متوازنه، كل ما كانت الهرمونات شاده بلاصتها، كل ما البشرة والنضارة والحيوية ديال المرأة كتكون كما كنقولوا حنا طالعة 100%. فهذا هو الأساس، أن إلا كنا كنستهلكوا الزنجلان فإلا خديناه داخليا غادي يعطينا واحد الفائدة كبيرة خارجيا على الداس ديالنا. عندي واحد التعقيب بسيط، هو زيت الزنجلان اللي العديد من الأخوات كيدخلوها في الوصفات واللي كيقولوا أنها كتحمي من أشعة الشمس، فهذه مغلوطة، لان زيت الزنجلان اللي بغينا نديروها دايره بحال زيت ارغان، كيخص الدار في الليل وتغسل في الصباح. علاش؟ لان لا سيزامين او هذه الماده هذه اللي عندنا في الزنجلان
كتكون ماده فوتوسنسيبل. شنو هي فوتوسنسيبل؟ انها كتهيج لنا الاشعه ديال الضوء فوق بنفسجيه. وشنو هي كتهيج؟ يعني كتخلي الخلايا ديالنا اللي كيفرزوا لنا الميلانين او الماده الملونه كتولي كتفرز اكثر من القياس ديالها. دونك هنا كيولي عندنا التصبغات، كتولي البشره ديالنا فيها يعني مجموعه ديال اللون اللي ما كيكونش موحد، وهنا كتعطينا مشاكل. خاصه كنعرفوا ان في هذه المنطقه ديال البحر الابيض المتوسط العديد من السيدات كتكون عندهم البشره اللي غادا للسموريه وكيكون فيها بعض البقع، اذا هنا غير منصوح بها. نعم. طيب دكتور عماد، نفتحوا ايضا المجال للمستمعات ديالنا ومستمعين انهم يتواصلوا معنا على 0522 77 24 24. مرحبا بكم دائما على راديو اسوات. حنا الزنجلان اللي كنبغيو نستعملوها دكتور عماد عاده كنحمروه في الفران. نعم، خصوصا الاستعمالات دابا في رمضان، الناس كيوجدوا سلو او لا كيديروا مثلا معها شباكيه، بعض الخطرات كنطحنوه وكنعمروا به مثلا هكذا القنينطات او لا كنديروه في حلويات. فالطريقه كيفاش نستافدوا اكثر من المواد ديالو؟ الى طاب ماشي مشكل او خصو يتكال هكذا؟ عاده ما كنطيبوش بزاف ولكن غير كنحمروا واحد شوي في الفران. نعم، بحال كنحيدوا منه ديك البروده. نعم، فاول حاجه بعد الزنجلان خصنا نشوفوا كيفاش نختاروا. فاول نوع واجود نوع هو الاسود، الزنجلان الاسود. الكحل اللي كيكون، شنو هو الكحل؟ انه مازال ما تخدمش ومازال ما تحيداتوش ديك القشره ديالو، اذا هذا هو رقم واحد. رقم جوج، كاين الزنجلان ديالنا البلدي اللي كيكون غادي للقهوه، كيكون غادي بحال القهوي مغلوق شويه لونه صفر، غادي للقهوي اذا مغلوق. عاد من بعد كيتبعوا الانواع الاخرى اللي هو الابيض، واللي هو اللي كيكون اللون ديالو مفاتح. يعني فهذا هكا كيكون تقسيم. قلينا اولا ماشي مشكل، كيبقى محافظ على المزايا ديالو والمكونات ديالو، لان كاين واحد الالياف كتحيط به ولكن ما نطحنوش. حنا كنقولوا نقليوه ونخليوه، ولكن الا طحناه دوك الالياف اللي كيعطيونا الحمايه كيتطحنوا حتى هما، ما كتبقاش محافظ على المزايا ديالو. كل هالمزايا كتمشي؟ نعم بالفعل، لان كتمشي حتى ل 30% الا تطحن، حيت كاين بعض الناس مثلا كيطحنوا وكيخليوهم طحون وكيخدموا به، فهذه غير منصوح بهذه المساله هذه. الاسود، الزنجلان الاسود كيمكننا نحافظوا عليه في واحد البواطه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، واحد القرعه ونسدوا عليه مزيان ونحافظوا عليه في واحد البلاصه اللي كتكون بعيده على اشعه الشمس وتكون درجه الحراره شويه منخفضه. ولكن القهوي والانواع الاخرى ديال الزنجلان ضروري خصنا نحطهم في الثلاجه. علاش؟ لان هنا باش كنرفعوا من الفائده ديال هذه المواد اللي هضرنا عليها، وباش كيبقى محافظ على الطراوه ديالو. طيب يعني الزنجلان اللي حطيناه في السخونيه كتمشي الفائده ديالو، خاصه شحال ما خليناه في واحد المده. كاين بعض الناس اللي كيحافظوا عليه مثلا في المحلات، فهذاك يعني في داك في الخناشي اللي كيكون ديال الزنجلان، فبعد المحل كيكون شويه فيه واحد شويه ديال البروده بيرد. ولكن ضروري من نجيبوه للدار نحطوه في الثلاجه باش كنرفعوا من الفائده ديالو، لان الا بردنا هذوك المواد، هذوك درجه الحراره مرتفعه كتحيد لينا دوك التفاعلات الاكسده اللي كتكون عندنا كانت، وكيولي الزنجلان القيمه ديالو حتى. ولاحظوها، وانا كننصح السيدات بزاف يديروا هذه المساله، وغيلاحظوا حتى البنه ديال الزنجلان غادي تبدل. يعني حتى المذاق ديالو غتولي كتحس بواحد المذاق اخر، وكتحس يعني كواحد المواد بحال مركزه فوالا، لان هاد الدهنيات الطبيعيه بحال كنجمعوهم، بحال كنجمدوهم. يعني بحال كنديروا مثلا، كاين بعض الناس كيديروا زيت الزيتون الا دارت في الثلاجه كتشوف كيفاش كتجمع وكتولي دايره بحال الزبده. فهذوك هما المكونات اللي كيتجمعوا لينا في الزنجلان. طيب هذه معلومه جديده. نعم. مشكور عليها دكتور عماد. غادي نمشيو ناخذوا سؤال ديال امينه معنا من مراكش، من بعد غناخذوا ناجيه من فاس. امينه السلام عليكم، أولا ناخذوا ناجية معنا. ناجية، أمينة معنا في الانتظار قبل ناجية. مرحبا بك. لاباس؟ لاباس عليكم بخير. الله يبارك فيك أمينة. الله يعطيك الستر. بغيت نسول الدكتور عماد الله يعطيكم الخير. مرحبا، أنا معك أختي. شو السؤال؟ الله يجزيكم بخير بعد عيد ميلاد سعيد الأصغر. الله يبارك فيك. علينا وعليك إن شاء الله. الله يخليكم. أنا ديابيتي، عندي 37 سنة. أييه. وتناخذ تلفاني 850 صباح وعشيه. وعندي بلد عمى، واش يصلح لي هذا الزنجلان؟ عندنا كل حيت عندي تنقص في الفيتامين دي. كتاخذي داك الفاني اللي فيه 850؟ يعني لا ميتفورمين. اذا ماده لا ميتفورمين، فوالا لا ميتفورمين اللي هي ماده من المواد اللي كتخفض لينا النسبه ديال السكر. وتناخذ الدواء على الكواتر. اها. تقريبا شي 87 تناخذ الدواء الصباح.
اها اها الزنجلان اختي ما تخافيش منه، ما غادي ما يعني غيفيدك، ما ما عنده حتى شي اعراض جانبيه، سمعتيني؟ وحاولي انك تاخذي اضافه الى فيتامين دي، توا عندي نقص، عندي شي 8. لا ماشي مشكله الزنجلان ما كيوقعش في تفاعل مع هذه الادويه اللي كتاخذي، ها خذيه وما تخافيش منه اختي. شكرا بزاف عليك. مرحبا، الله يبارك فيك. مرحبا، الله يجيب الشفاء اختي. امين، شكرا بزاف. الله يجيب الشفاء. مرحبا انا امينه ناجيه، السلام عليكم. عليكم السلام. اش اخبارك لاباس؟ لا اختك اختي، الحمد لله اللي قبضتكم شحال هذه وانا نتقاتل. اولا لا الحمد لله، مرحبا بك ناجيه، تفضلي. سعيده وما الدكتور ميزا بقيت كنحلم به في الليل فوقاش نتلاقى الدكتور ميزا. الله يبارك فيك، تحلم بك الجنه ان شاء الله، تحلم بك الجنه والخير والتيسير باذن الله. قولكم. انت وجميع الاخوات والاخوه اللي كيسمعوا لنا، مرحبا اختي، شنو السؤال ديالك؟ انا كنت حيدت البزوله وما لقاو عندي حتى حاجه، ما درت لا شيمي ولا حتى حاجه. عطاوني غير ديك الفانيد 5 سنين، وعندي المشكله ديال انني دابا بالاعصاب كنبقى كيطيح لي الطونسيون، كيطيح لي السكر، بدات كتجيني واحد الدوخه غريبه. من كنمشي كندير التحاليل ونمشي للطبيب وداك الشيء كيقولوا لي غير الاعصاب. هذا اولا. دابا الله يستر عليك، انا راني كنشرب شي دواء مهم وحبه من الصباح صباح مقابله مع واحد اختصاصي في داكشي ديال الاعصاب ديال الراس وداكشي، قال لي دابا الاعصاب وصلوا لك لجهه راسك. ولات كتجيني واحد الدوخه وراسي بانه بافا كيبقى يتزعزع لي. الله يحن عليك، الله يستر عليك، الا ما عطانيش شي حاجه اللي نبقى نشربها هذه وما طيحليش الطونسيون داكشي. والله يحن عليك، كنت قريت بان النافع وحبه حلاوه وداكشي راه ما كيصلحش مع الناس اللي ديجا كانوا مريضين بالسرطان، وانا ديجا ما عنديش، انا كان عندي واحد 5% اللي كانت عندي في الوسيسه، اما البزوله ما لقاو فيها حتى حاجه. ودابا الله يستر عليك، الله يحن عليك، فيما تبقى تعطي شي وصفه بقى تقولنا واش صالح لينا. بالنسبه لينا حنا هذه دابا 8 سنين ديجا ما باش كنت درت العمليه من 2014. وفيما كتهضر كنبقى نقول الصاب يقول واش هادشي صالح لينا ولا ما صالحش لينا بالنسبه لينا حنا. واش دابا بالنسبه لي انا نبقى ناخذ الاعشاب عادي والنافع وحبه حلاوه باش اصلاح لي نبقى نشربو بالنسبه لي انا. واخا نسولك هاد المساله ديال حبه حلاوه والنافع، واش يعني فين واش قريتي عليها في شي بلاصه ولا شنو؟ انا غير جوجل. والله حنا شوف حنا ما غنهضروش على هاد يعني هاد لو سيرفور دي غوشيرش، فاحنا كنهضروا على المعلومه كنمشيو كناخذوها هكاك ماشي علاش دائما من الانترنت. كنهضروا على الانترنت ما يمكنش اي حاجه نلقاوها. دائما انا كنهضر على هاد المساله هادي، وشوف اي حاجه كناخذوها من افواه العلماء. يعني حتى الدين ديالنا الاسلامي وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا، حتى الدين او الفقه كناخذوه من افواه العلماء، يعني كنمشيو عند الناس ذوي الاختصاص. وإذا هضرنا على الدين غنهضروا على التخصصات الطبيه، نهضروا على هاد يعني التعامل مع الاعشاب او لا ناتوروباتي او الطب ديال الاعشاب. فهاد الامور هذه كامله كناخذوها من المختصين. فانا بغيت نشوف هاد حبه حلاوه والنافع اشنو هما المواد اللي غادي يكون فيهم تاثير على يعني الناس اللي كيعانيوا من السرطان ولا كيعالجوا على السرطان ولا حيدوا مثلا هاد السرطان داروا الاستئصال ديالو، ف ما كاينش شي علاقه بيناتهم. هذه واحد. ثانيا انا الوصفات اللي كنعطيها كنعطي وصفات اللي كتصلح لجميع الناس، يعني حتى الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من امراض مزمنه. لما كتكون خطوره فتما فين كنقول انا مثلا المراه الحامل ما غتاخذهاش، ولا كنقول مثلا السيده اللي عندها او السيد اللي عنده الطونسيون ما ياخذهاش، ولا السيد اللي كيعاني مشاكل ديال الكلاوي ما ياخذهاش. فانا كنحدد، اما الا ما حددتش فهي كتستعمل الجميع يعني الناس والشرائح اللي يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفات هادو، ياك؟ هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للوصفه ديال التوتر فغنعطي واحد الوصفه بسيطه اللي غتكون خفيفه، اللي غناخذوا فيها معلقه صغيره ديال البابونج، يعني ازهار البابونج، معلقه صغيره ديال مرد الدوش، ونجمه ديال الباديان. مرد الدوش زعما ما طيحليش طونسيون، كيحس بها بحال اللي كطيح لي طونسيون؟ لا ما طيحهاش اختي، غير ديريها بهاد المقادير هادي ان شاء الله وما غيوقع لك حتى شي حاجه. اذا معلقه صغيره ديال البابونج، معلقه صغيره ديال مرد الدوش، ونجيمه ديال الباديان، غتزيدي عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى. اذا حتى يطلق وتشربيه في الليل.
وداومي عليه يوميا وان شاء الله غيساعدك زائد الادويه اللي كتاخدي وان شاء الله الامور غادي تكون بخير باذن الله والله يجيب الشفاء ان شاء الله. عافيك باش تكسي علاش ما كنقول يا تلقاه نقول لا مرحبا والف مرحبا والله يشافيك ويشافي كل من واحد كيعاني من شي مرض مزمن كيف ما كان ان شاء الله. نسأل الله في هذه العواشر هذه يفاجي عليكم وعلى كل شيء ان شاء الله. غير انا جيه تبعي هذه المكونات اللي عطاك الدكتور عماد بهذه الطريقه يعني وبمقادير مضبوطه وان شاء الله ربي يجيب التيسير. فاصل ونرجعوا نواصلوا خليكم معنا على راديو اصوات برنامج لكل أسرة. في برنامج لكل أسرة كنحييكم وكنرحب بكل الأسئلة ديالكم. نفتحوا المجال استقبالها عبر الصفحة ديالنا الرسمية على الفيسبوك لكل أسرة وأيضا عبر الرقم المباشر 05 22 77 24 24. دائما على راديو أصوات عندنا السؤال ديال وردة اللي بغات تقاسم معنا واحد الوصفة اللي كتستعملها للشعر ديالها. قالت لك أسيدي كتاخذ فيها كاس ديال الزنجلان مع كتاخذ واحد لتر ديال زيت نوار الشمس. ما عرفناش كاس واش صغير ولا كبير بالك دابا هي قالت كاس. حنا شوف حنا دائما كنعبروا بكاس العنبه. كاس العنبه صافي نعتبروا ان قالت لك اكزاكتومون. ودارت معاهم سيدي واحد الكاس ديال زريت كتان وخلطات هاد الجوج المواد مع ذاك القرعه ديال الزيت وخلاتها لمده ديال اسبوع في واحد المكان اللي فيه الظلام. ومن بعد بدات كتستعملها للشعر ديالها. قالت لك الحمد لله كنحس بشعري قوي ولكن انا قلت نقاسمها مع دكتور عماد. نعم فبعدا كنشكروا على هذه الوصفه. غير كنقولها للاخت ديالي كنقول لها هذيك راه زيت نوار الشمس هي اللي عطاتك هذه الفائده لان فيها الفيتامين او. اما زريعه الكتان والزنجلان هنا ما استفدتيش منه. اذا كيفاش غنستافدوا؟ غادي ناخذوا نقولوا حنايا غير نص كاس صغير ديال العنبه ديال الزنجلان ونزيدوا نكملوا ذاك نص كاس بزريعه الكتان. نزيدوا عليها جوج كيسان كبار ديال زيت نوار الشمس نحطوهم فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولى يبرد هذاك الخليط ياك وكنطحنوه في الخلاط الكهربائي اللي تطحن مزيان وكنعصروه بواحد الزيف ديال الحياتي اللي يكون نقي مزيان يتعصر تتخرج الزيت. الا بقات شي حاجه في شي طروفه مثلا ولا شي حاجه ديال المواد الاخرى نعاود داك الزيت نعاودو نعصرو وتتبقى غير الزيت بوحدها. نسدو عليها في واحد القرعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس ونحطوها بعيده على اشعه الشمس. وهذه يمكننا نخليوها غير 3 ايام فمن بعد 3 ايام يمكننا نستعملوها وغتكون هائله جدا للشعر. طريقه الاستعمال ندهنوا بها جلدات شعرنا نخليوها ساعه ونغسلوها. سلوى كتقول لك دكتور عماد انا حامل واش نقدر ندير وصفه لوجهي ديال الجزر والقمح والشوفان؟ ماشي مشكل ما عندها الوجه ما عنده علاقه. طيب ساره كتقول لك دكتور عماد واش الجليسيرين وزيت الزيتون كترطب اليدين اللي كيكونوا يعني حرشين شويه فحاولي اختي تاخذي جليسيرين طبيعي نباتي ما تاخذيش الجليسيرين المصنع. ومن الاحسن ديري زيت نوار الشمس غتكون احسن. يعني ديري جوج معالق كبار ديال الجليسيرين النباتي ومعلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس نخلطوهم ونديروهم ككريم مرطب. اميمه المعروفي دكتور عماد كتقول لي زيت الصوجة واش مفيده للوجه والشعر؟ نعم غير خصها تكون زيت طبيعيه وديرها بالليل تاخذ غير شويه من الدهن للبشره ديالها وديرها كسيروم من الشعر ديالها ماشي مشكل. مفتاح الخير دكتور عماد كتقول لك واش واقي الشمس اللي كيكون مخلط مع الفون دو تان واش استعماله مزيان؟ فانا من الناس اللي ما كنصحش به لانه كيسد المسام خاصه بالنسبه للبشرات اللي كتكون فيهم حساسيه مفرطه. وهنا كيمكن يعطينا الحبوب فمن الاحسن نديروا الفون دو تان بوحدو ونديروا ليكخوم بوحدو. سؤال ديال ندى شكري قالت لك بغيت وصفه باللوز الحلو للبشره الجافه. نعم فالوصفه باللوز الحلو غادي ديروا هو نيت يعني معلقه صغيره ديالو وتزيد عليها الا بغات كاع معلقه صغيره ديال زيت لافوكا وتولي ديروا كسيروم كل ليله للوجه ديالها. نعم طيب نفتحوا المجال الاسئله ديالكم عبر الرقم 05 22 77 24 24. سعاد معنا على الخط. مرحبا بك سعاد. السلام عليكم سعاد. يا سعاد اش اخبارك سعاد؟ واش كتسمعيني؟ طيب كتسمعيني يا سعاد؟ ها كنسمعك لاله لاباس عليك. الله يبارك فيك تفضلي مرحبا. شنو سؤالك؟ ماشي سؤال انا بغيت غير نشكر الدكتور عماد على الوصفات ديالو الكثيره.
الله يبارك فيك، مرحبا، انتم اهل الشكر والجزاء. دكتور لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك اختي، الله يطول في عمرك. الحمد لله، الحمد لله. بغيت نشكرك على الوصفه ديال زيت الفلفل الشعر. يلا يبارك فيك، مرحبا مرحبا بالصحه والراحه. هو بزاف ديال الوصفات الصراحه، ولكن هذه زيت الفلفل اللي صراحه شعري ما كان بقى فيه والو، كنت ماشي الوصفه ديالك. شكرا بزاف. الحمد لله، الحمد لله، هادشي اللي بغينا. الله يدوم جمال ان شاء الله على جمال، والله الله يجيب شي حاجه اللي تضرك. الله يبارك فيك. مرحبا بك سعاد، مرحبا بك، وهذه شهاده كنعتز بها وكيعتز بها الدكتور عماد. وفعلا هذه الوصفه سعاد ماشي غير انت اللي جربتيها، بزاف ديال الاخوات اللي عطات نتيجه. غير كاينين بعض الناس الله يهديهم اللي خداوها وقلدوها وحطوها في بعض الامور، زادوا بعض الامور اللي ما كايناش في الوصفه اصلا، زادوا القرقاع وزادوا شي حاجه اخرى. والله الا ما خديتهاش من عند دكتور عماد ما كنديرهاش. عاد نذكروا بها دكتور عماد، نذكروا بالوصفه الحقيقيه الصحيحه. وانا كان هذه الوصفه هذه ضروري دار هكا، حيت مازال غنقول لك واحد الوصفه اخرى كيفاش نخلطوا فيها. فالوصفه جوج فلفلات متوسطين حمراء خضراء صفراء كيف ما بغاو يكونوا، المهم تكون حلوه. غير هما من الاحسن البلديين ديالنا، لان ما كيكونش فيهم خضراء. اذا كنحكوا دوك جوج فلفلات حلوين، ماشي كنقطعوهم دواور كما شفت في بزاف ديال الوصفات اخرى اللي ولات كما كنقولوا حنايا مزوره. كنحكوهم في الحكاكه وكنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون. كنحطوه فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه. يعني شنو هي الغليه الاولانيه؟ يبدا يغلى نطفيو عليه. نخليوه ليله كامله، يعني ليله حتى يطلق مزيان. علاش؟ لان قلنا الفلفله فيها لاكابسيسين، لاكابسيسين من المواد المهمه لعلاج مشاكل فروه الراس والشعر. كنصفيو هذاك من مورا ليله، كنصفيو بواحد الزيف ديال حياتي مزيان، ولا لا كومبخي ستيريل ديك الفاصمه الطايبه اللي كتكون في الصيدليه. كنعصروا الى خرج الفضلات ديال الفلفله مع الزيت، كنعاودوا نعصروا تتخرج الزيت بوحده. راه كيكون فيها واحد الخضوريه هائله، واحد اللون جميل جدا. كنصفيوه في واحد القرعه وكنحافظوا عليه في واحد المكان اللي ما كيدخلش اشعه الشمس. كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه وكنغسلوه جوج المرات في الاسبوع مده ديال ثلاثه اشهر. اذا ما كنخلطوهاش بالماء. دابا شفت انا كيخلطوها بداك المحلول ديال اليود اللي كنعقموا به. دابا وصفه جديده كيرشوها قال لك على الشعر وكيخليوها. ممنوع لان الشعر اذا كان فيه حساسيه مفرطه كيمكن ينشف وتمشي منه النشوفيه ديالو. وهذه الوصفه خصها زيت الزيتون بهذه الطريقه باش كنجبدوا فقط ماده الكابسيسين، لان حتى الفلفله فيها مواد اخرى، يعني فيها لابيبيرين، فيها مواد اخرى اللي ما غتصلحش لنا الجلده ديال الشعر. فلهذا كنخرجوا فقط ماده الكابسيسين بهذه الطريقه هذه. نعم، طيب الفكره واضحه. تنشكر سعاد على تواصلها معنا. لطيفه من فاس على الخط، اهلا وسهلا بك لطيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاله لاباس؟ لاباس عليكم. شكرا لحبيبه، نشكركم على هذه الاذاعه اللي كتفيدونا بها، الله يوفقكم. الله يبارك فيك، مرحبا. كنشكر الدكتور عماد على الوصفات اللي كتفيدنا بها، الله يجازيك بخير ويجعلها في ميزان حسناتك. امين جميعا ان شاء الله. اختي مرحبا، شنو السؤال؟ عندي عفاك واحد جوج ديال الاسئله، واحد كيتعلق بيا وواحد كيتعلق بالزوج ديالي. اييه مرحبا. الاول اللي كيتعلق بيا، دابا انا عندي اضطرابات في الدوره الشهريه غير منتظمه. وكنبغي نستعمل هكا شي اعشاب، ولكن كان عندي حصى الكيلي وكنخاف من الاعشاب، ما عرفتش شنو هو اللي يوالمني. اييه، شنو السؤال ديال الزوج ديالك؟ عنده نقص الحيوانات المنويه والتشوهات والسائل لذيذ، يعني كيخرج بحال شكل حبيبات. نعم نعم. واش زعما تفيدني بشي وصفه الله يسهل امرك؟ فبدا اهم حاجه بدا انك ما استعملتيش الاعشاب على المشكل اللي عندك ديال الكلاوي، لان يعني كيكون عندنا مشكل ديال الكلاوي كيف ما بغى يكون، سواء الكلاوي كيكون كيعطيونا الرمله، سواء الكلاوي منفوخين، سواء الكلاوي فيهم التهاب، سواء الكلاوي فيهم الحجر، سواء الكلاوي ما كيكونوش كيصفيو مزيان، او اي مشكل كيف ما كان صغير ولا كبير ديال الكلاوي، ممنوع منعا كليا استعمال الاعشاب. علاش ما خصناش نستعملوا الاعشاب؟ حيت جميع الاعشاب خاصه حنا كنستعملوا الاكيد تسماو الاعشاب او المواد النشيطه بيولوجيا، دونك لي ماتيير بيولوجيكمون اكتيف، فكلهم هاد الاعشاب هادو اللي كيكونوا كياثروا لينا على الذات ديالنا فيهم
كما كنقولوا حنا جوج ديال الجوايا، كاين الجوايا الايجابيين والجوايا السلبيين. اذا السلبيين كيعطيونا رواسب، رواسب اللي كتقدر تكون سامه، فاذا كانت دات عندنا عاديه كتخلص منها بسرعه، يعني من الكبد ولا بالكلي. ولكن اذا كان عندنا مشكل في الكلاوي، هاد الرواسب ما كيمشيوش وكيزيدوا يتجمعوا في 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 في, في الكلاوي وكيعطيونا مشاكل. هذا من جهه. من جهه اختي اخرى، راه العلاج ديال مشاكل الولاده لا تكون الا بالمرافقه الطبيه. إذن الزوج ديالك هذا المشكل هذا اللي عنده في 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 في, في, في السائل ديالو، ضروري كيخص يتعطى واحد الهرمونات، ضروري كيخص واحد المرافقه طبيه، او في بعض الحالات كيخص تدخلات طبيه باش كيمكن انهم ياخذوا هذا السائل او يضيفوا مواد. فهنا الطبيب المختص هو اللي كيعالج هذه المساله، هذه الاطباء المختصين في في في, في, في الولاده. وبالنسبه للثيرابات ديال الدوره اللي عندك اختي، ضروري ما خص هرمونات، ضروري ما خص الطبيب هو اللي يعطيك بعض الادويه، والهرمونات لا توجد في الطبيعه. اذا بجوج بكم الحاله ديالكم تمشيو عند مختص في الولاده، راه تبارك الله موجودين. ايوا دكتور. نعم اختي. بالنسبه كناخذ المرض الدوش كناخذها مره مره والويزه، يعني كل حاجه كناخذها. ما كطيحلكش الطونسيون؟ لا واخا ماشي مشكل، الا عزيزه عليك مرض الدوش دابا راه موجوده في فاس، فخذي واحد الوريقه ديال مرض الدوش. وبالنسبه للدوره اللي قلتي ليا ديال الانتظام ديال الدوره، ف يعني كناخذ زعما الميديكامون، ولكن غير كنقطع عمصه في كثر. لا حيت اختي شوف، ضروري دابا حيت هاد التفاعلات ديال الدوايات مع الجسم، خاصه الامور اللي كتكون هرمونيه، راه كل سيده وكيفاش كتفاعل، كل سيده وشحال خصها ديال المده. راه كاين نساء اللي كيمشيو حتى العامين وهما كيعالجوا بالدواء، عاد كتنتظم لهم الدوره الشهريه. راه ماشي كناخذوا الدواء يعني واحد القاعده اساسيه صافي غناخذ الدواء غادي تقاد الدوره الشهريه في شهرين ثلاث شهور، لا. والطبيب اختي باش نكمل الفكره، الطبيب اختي راه ولا الطبيبه راه كتبقى غاده معاك ثلاث شهور حتى كتلقى معك الحل وكتلقى معك الهرمون وكتلقى معك القيمه الاساسيه ديالك، وان شاء الله الامور كتقدم ان شاء الله. لطيفه الله يصلح الامور، وكنشكرك بزاف على تواصلك معنا. غادي ناخذ مبارك معنا من الدار البيضاء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي لاباس. كنشكركم وكنشكر الدكتور عماد على الطاقم اللي كله ديال الاصوات. سؤالي لله يخليك، انا كنت قبل ما هاليومات درت واحد العمليه ديال القلب، يعني ديلاتاسيون. الحمد لله على سلامتك اخويا. الحمد لله على سلامتك. بارك الله على سلامتك اخويا العزيز. قبل شنو هو السبب اللي دفعني؟ انني كنت كناخذ الثومه، كان ديك الحبه ديال الثومه كنعصرها وكناخذها في نص الاكل زعما. ومن بعد كدير لي التكارع، دوك التكارع دفعوني كيتزير عليا القلب، ولات كتزير عليا اليد اليسريه ديالي. فهمتي؟ ملي حسيت بداك الضرر مشيت عند الطبيب ديال القلب، انا متبع عنده. وهذيك داك الثومه كنت كناخذها على قبل البونسيون. ايوا باش تهبط. ملي مشيت عند الطبيب صيفطني، درت سكانير، موش سكانير قال لي ولا بدك دير داك الكرونوغرافي. درتها، داروا لي انديلاتاسيون ديال ثلاثه ديال العروق اللي لقاهم خصهم انديلاتاسيون. ولكن مور هذيك العمليه رجعت لي نفس القضيه، انني كان كل شي مرات كتزير عليا في داعي قلبي اللي كنبقى نتقرع ديك التقريعه. وكتعطيني اندولو في لامانغوش. رجعت عند الكارديو، كنت عنده غير البعث. يعني تعجب، ودار التخطيط ديالو، قال لي انزل ما عندك حتى شي حاجه في القلب، ما عندك حتى شي حاجه في القلب. ولكن قلت انا ربما كانت لك اللي عنده علاقه مع المعده. هذا تسمح لي مبارك، الثومه كنتي كتاكلها خضراء ولا طيبه؟ لا خضراء. خضراء. فاول حاجه نسول السي مبارك على بعدا، واش كيتوتر بعدا، كتعصب شويه؟ شويه. حيت شوف انا نقول لك، يعني راه 70% لما قلناش 75% ديال امراض القلب كتجي السبب ديالها التوتر العصبي. كنشكرك بزاف بعدا على هذا السؤال، لان من لهنا غادي نحاولوا اننا ننصحوا العديد من الناس وعديد من الاخوان اللي كيسمعوا لينا اللي كيتوتروا بزاف. راه التوتر كياكل من القلب، يعني غنقولوها بهذه العباره. الانسان الا كان كيتعصب وكيتوتر، القلب ديالنا كيولي كيضعف وكياكل العصا مع المده. فهذا من جهه. هذه الجهه علاش قلت لك اخويا؟ لان في بعض الحالات الا كان انت كتوتر ولا كتعصب، غيقدر تجيك هذه النقصه هذه ديال القلب.
فهمتي كتعطي هذا الزيار وكتعطي هذا المشكل هذا. هذا من جهه. من جهه اخرى كنشكرك بزاف على المساله ديال الثومه لان انا هضرت عليها مرارا وتكرارا على هذه القضيه ديال الانسان ياخذ الثومه على الريق. فمن ما كاينش ما خطر وما كاينش ما صعب منها، لان اولا فيها واحد التركيز ديال الكبريت اللي كيمكن يسلخ لينا المعده ديالنا، بعدا كتسلخ كيمكن ياثر لينا على الجهاز الهضمي ديالنا، انه ما كيكونش سريع الامتصاص، ما كيبقاش يعني ديك الماكله اللي كناكلوها ما كنستافدوش منها. ومثلا الحاله ديالك انت، لانك انت دابا شنو خاصك؟ خاصك المغنيسيوم، خاصك الكالسيوم، هادو كلهم منشطات اللي كيمكن يخليو عضلات القلب تبقى قويه وتبقى محافظه على الحياه ديالها البيولوجيه، فهمتي؟ اذا الا ما كانتش حتى التغذيه، الا ما كنتيش كتستافد منها حتى هي، تقدر تعطيك هذه المشاكل ديال النخسه، فهمتي اش بغيت نقول لك؟ وهذه مساله اخرى كذلك، هو فاش بقيتي كتاخذ الثومه واش ما بقيتيش كتحس بالدوخه؟ يعني كتبقى تحس براسك يضرك بزاف، ولا ما مثلا ما كتقدرش تاكل، ولا ما وصلتيش لهذه الحاله هذه؟ لا. ايوا الحمد لله الحمد لله. فشوف تقدر تكون لا ديلاتاسيون اللي كانت عندك في لو كور، يعني في القلب ديالك، كانت الحمد لله ربي دار غير السبب باش انك تمشي دير. لا الحمد لله. غادي نقول لك واحد الملاحظه، انا كنت اسال الاطباء ديال القلب اللي يجي عندهم واحد المريض ويكون عنده واحد السن ويكون اعراض عنده ديال التونسيو وديال هادي، على الاقل يقولوا لي دار داك السكانر، حيت كون قال لي داك السكانر ديرو هادي 3 سنين ربما ولا ربما غادي تكون المسائل بسيطه، ربما ما غاديش يكون ثلاثه ديال العروق، غادي يكون غير واحد، غادي يكون ادويه باش يتفرح. ملي انا عندي 70 سنه وعاد هادي شحال وانا متبع عند الطبيب، وعاد يجي يقول لي اليوم عاد خصك دير. لا شوف سي مبارك، شوف اسمعني، ديك نقول احنا لو تفتحوا عمل الشيطان، يعني من الاسلام يقولش لو، لان كل حاجه باجل ديال الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ وهذه المساله شوف غير باش نشرح لك، حيت انا راه تحت انا من كان 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 يعني كنتمي للطاقم الطبي وكنتمي يعني للاسره ديال وزاره الصحه. فشوف اخي، راه الطبيب ديال القلب ملي كتمشي عنده راه كاين اعراض اللي كتخليه يصيفطك يدير السكانر، وكاين عنده اعراض اللي كتبان فيك انت اللي هي كتخلي انه يدير واحد التشخيص معين، فهمتي؟ دابا الحمد دابا وصل، دابا انت هاد لا ديلاتاسيون تقدر يلاه بانت ولا يلاه يعني الاخر ما كاين، يعني او الاعراض الجانبيه اللي بانت هي خاصها لا ديلاتاسيون. طيب. ولكن الحمد لله على سلامته، الا الطبيب قال لك القلب ما فيه والو فالقلب الحمد لله راه مزيان الحمد لله. وحاول انك مثلا تمشي عند الطبيب يعطيك مانيزيوم او يعطيك مواد اللي تساعد. عطاني الطبيب، عطاني المانيزيوم اللي كنطلب منك الله يخليك، اشنو هما واش نسحلي كاين شي حاجه اللي غادي ندير، واش نمشي ندير دابا نمشي عند الطبيب اختصاصي ديال المعده وندير تيبرو وندير المسائل، او لا كاين شي ادويه ولا اعشاب اللي يمكن لي ناخذ هذا؟ دابا الطبيب عطاك شحال هذه وانت كتاخذ المانيزيوم؟ المغنيسيوم عطاني تقريبا هادي شي 3 اسابيع. ايوا شوف، كمل لي واحد الشهرين في المغنيسيوم وغتولي بخير وشرب الماء بزاف، وانا خليك في الاستماع غنعطي واحد الوصفه للمساعده ان شاء الله خفيفه بسيطه يمكن لك تاخذها. نعم طيب، غادي ناخذوا هذه الوصفه ووصفات اخرى دائما مع الدكتور عماد ميزاب من بعد هذا الفاصل، خليكم على اصوات كل أسرة. تنرجع معك دكتور عماد ميزاب اللي غادي تعطينا وصفة للسي مبارك والناس اللي عندهم يعني توتر عصبي، أو لا هذه وصفة مزيانة للناس اللي كيعانوا بعض الأمراض في القلب اللي غادي تعاونهم. نخصة اللي كتكون عندهم نخصة، واللي هي غالبا كتقدر تجي من القلق، من التوتر، النقص في المغنيسيوم. أيه. كذلك حتى هي كتعطينا هذا المشكل هذا. تفضل دكتور. نعم، فوصفة بسيطة اللي غناخذوا فيها معلقة صغيرة ديال مرد الدوش. غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي. ومعلقه صغيره ديال البابونج. اييه. نزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى حتى يطلق. ونولي يشربها بحال واحد الشاي كل ليله ويداوم عليه، وان شاء الله تعطي نتيجه. ان شاء الله. دكتور عماد، عندنا سؤال ديال احسان اللي كتقول لك عندي مجموعه من الزيوت وبغيت استشاره من الدكتور عماد، فاش ممكن نستعملها؟ بحال زيت الجزر، زيت القرنفل، زيت بذور الشمس. ياك بذور الشمس. يعني او بذور نوار الشمس. نوار الشمس. نعم. او زيت نوار الشمس. فغادي ناخذوا 3 معالق كبار ديال زيت نوار الشمس. نص معلقه صغيره ديال زيت القرنفل. و3 معالق كبار من الزيت الاخر اللي عندها، تخلطهم دهن بهم جلدات. اسمح لي يا دكتور عماد، باقي عندها زيت الخيار. زيت ذاك العظم ديال المشمش. أيه. او النوى ديال الشمس. زيت الليمون والحامض والزعفران. تبارك الله عندها. لا ما عندي مساله، صيدليه خضراء. صيدليه. فديال الزعفران تستعملوه بوحدو كسيروم في الليل. والصباح تغسلوا وجهها. جميل جدا النضاره. قلنا زيت نوار الشمس غناخذوا 3 معالق كبار، نص معلقه صغيره ديال زيت القرنفل، و3 معالق كبار ديال
زيت بودر المشمش او اي زيت اخرى عندها, تخلطهم دهن بهم جلدات الشعره وشعرات, تخليهم ساعه وتغسلو. هذا جميل جدا للتساقط. بالنسبه لزيت بودر المشمش يمكن لها بوحده ديرها في على الحواجب والشفار, جميل كذلك الكثافه ديال الحواجب ويعني والشفار. وبالنسبه لزيت البرتقال اظن اللي كانت فهي يمكن لها دير بها واحد المساج على الجسم ديالها اذا كانت عندها بعض المناطق فيها زياده. وزيت بذور الخيار هي كتجي حول العين, جميله وهائله جدا. اخر سؤال ديال حكيمه, قالت لك عندي زيت ارغان للتجميل وبغيت نعرف الفوائد ديالو على البشره وكيفاش نستعمله. زيت ارغان فيه الفيتوإلاستين اللي كترجع الحيويه للبشره, غير هو النصيحه نديروه بالليل ونغسلوه الصباح حيت هو كيهيج اشعه الشمس. شكرا لك دكتور عماد ميزه, نتلاقاو معك ان شاء الله الاسبوع المقبل على اصوات للتواصل معك دكتور. فعلى الصفحه الرسميه ديال جرين فار او القناه ديالي على اليوتيوب دكتور عماد ميزاب او رقم مهني 06 61 28 99 78. شكرا لك مره اخرى, دائما كنستافدوا من الوصفات ديالك الرائعه والامنه. هادشي ماشي غير بشهادتها دكتور عماد, الشهاده ديال المستمعين والمستمعات الاوفياء ديال راديو اصوات اللي هما اليوم تبارك الله اكثر من 2 مليون ونص مستمع كل يوم. شكرا موصول.